1 2 3 اكشن. في البداية يا دكتور حازم بنعتذر لحضرتك اننا بنستضيف حضرتك في مكان مفتوح زي ده، لكن نعمل ايه؟ هي دي طبيعتنا. لا ابدا مفيش مشكلة حضرتك، اهم حاجة عند اي دكتور نفس اللي هو يقدر يقدم خبراته العلمية عشان يستفيد منها اكبر عدد من الجمهور. اسمح لي اعيد على حضرتك السؤال بتاعنا اللي كان قبل الفصل، بين الاستهتار والمجاملة، يعمل ايه الشباب والبنات لو احتاجوا الى رقم السعر؟ لازم نفرق ما بين مصطلحين مهمين جدا، الأنا والهوية. مصطلح الأنا هو مكمن الغرائز الفطرية لدى الإنسان. المصطلح الثاني هو كيفية استغلال تلك الغرائز اجتماعيا وأخلاقيا، وده سبب المشكلة الرئيسية، مشكلة عدم الزواج. معنى الغريزة، الغريزة هو كيفية، يعني ممكن الإنسان يعمل حاجة بدون ما يتعلمها. يعني على سبيل المثال الأب، الولد ممكن يبقى أب، الفتاة ممكن تبقى أم. الأمومة نفسها غريزة ما يهلكش الانسان اذا ما عملهاش. ما يهلكش عادي. كويس جدا كمان. قولي الجمله دي بس. لا حلو ما يهلكش اصلا. قولي الجمله اللي زي ما بقول لك عليها بس. ماشي اوكي. ما يهلكش الانسان؟ لا هي ما يهلكش. على سبيل المثال. اوكي انا هجيب الحته دي بس عشان. ماشي. انا شغال. على سبيل المثال الولد ممكن يبقى اب، الام، الفتاه، عفوا. البنت ممكن تبقى ام. اوكي. مفيش مشكلة. على سبيل المثال الولد ممكن يبقى اب، الفتاه ممكن تبقى ام. الامومه نفسها غريزه ما يهلكش الانسان اذا ما عملهاش. كويس؟ ما يهلكش يا ابني. ما هي ما يهلكش. ما يهلكش. اهلاك. ما يهلكش. ما يهلكش. ما يهلكش. دكتور لازم يقول يهلك مش يهلك. ما يهلكش. خلاص ده اوكي استاذ ماشي انا ماشي اوكي. ما يهلكش. يعني عشان الكلام يبقى قريب من الناس. تمام. على سبيل المثال الولد ممكن يبقى اب، البنت ممكن تبقى ام. الامومه نفسها غريزه ما اسف. قول الجمله بس. الامومه نفسها غريزه. الجمله الاخيره. على سبيل المثال الولد ممكن يبقى اب، الفتاه ممكن تبقى ام. الامومه نفسها غريزه ما يهلكش الانسان لو ما عملهاش. طيب.